بتديها علينا الفقر وبتولد مراتك في مستشفى بالشيء الفلاني. والله يا اختي معيش ولا مليم، ده الاستاذ بكوي، الاستاذ بكوي ربنا يستر، اول ما عرف ان مراتي بتوضع راح مديني مبلغ وقال لي وضحها في مستشفى نظيف. ربنا يسترك يا رب يا استاذ بكوي. ادعي ادعي معايا استر يا رب يستر يا رب. قوم كده يا ريس. انت منزل دي ليه يا عم؟ انا مش رافعتها لك. طب ما كده شكلي مش هيبان يا عم. تبان ايه؟ هو في حد بيبان؟ حد بيبان؟ طب مش عم مكياج. مكياج ايه يا ريس؟ وانت هتمثل؟ اه همثل. وما هعمل ايه؟ اتفضل يا ريس احنا كده جاهزين. انت يا دام دكتور محسن. طب تعالى كده معايا يلا. طب المخرج بيزعق. ما ركبوليش ميه. هركب لك انا ميه في كل حاجه اللي انت عايزها. ايه ده؟ اه شكلهم بدأوا. الكاميرا ايه؟ صح، يبقى المخرج قلقك. بص المنظر. طب يعني ايه؟ بعمل ان انا بظبط ده. انت بتعمل ايه وعملت ايه في الجهاز؟ قال يعني بظبطه يعني وكده. قال يعني ايه ونيلت ايه؟ انت مين؟ هو معانا في التمثيليه؟ يا ابني تمثيليه ايه؟ دخلك عليا؟ قلت لي عمليه ولا بعمل عمليه؟ المخرج اللي قال لي. اخرج حالا من هنا. لا 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 من فضلك ما اسمحلكش. انا ما حدش يقول لي كده. المخرج بس اللي يقول لي الكلام ده. في ايه؟ فين ابراهيم عمران؟ فين الاساتذه؟ مش هينفع كده. ما تقوم بسرعه يا اخويا تشوف في ايه؟ طب انت بتمثلي ليه؟ انت بقى عليك مجنون بقى. انا اللي مجنون؟ مش تحفظ دورك الاول. اه دكتور في ايه ده؟ استاذ بكوي؟ ايه ده تنفري؟ ايه سايب مرافق بتقول له جاي ورايا الاستوديو؟ استوديو ايه يا استاذ بكوي؟ مواطي ايه؟ هي بتمثل معانا؟ بتمثل ايه يا استاذ بكوي؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انت تعرفه؟ ده الاستاذ بكوي صاحب الشغل ربنا يرزقه. بس هو كان بعقله والله. كان بعقل؟ يا اخوانا انا مش مجنون. انا مش مجنون. اسالوا المخرج اللي قايل لي. المخرج هو اللي بعت عشان نفضل معاه. هو انا خليت نجم من النجوم المتنجم. تعالى بس تعالى على المخرج اسمى الدور في عيالك يا اخوانا. تعالى المخرج في حاجه غلط. افهمني يا كابتن. يا كابتن يلا يلا اكشن. ايه يا دكتور؟ اه عشان اللبس يعني؟ لا انا مش دكتور، ده لبس التمثيل. كنت بعمل دور في التلفزيون. اه انت ممثل بقى يعني؟ لا انا مش ممثل. امال مش ممثل وبتمثل؟ على فكره انا ارتحت لك جدا جدا جدا. الله يخليك. وانت هنا يعني اطمن تماما، انت في ايدي امينه. الله يكرمك. انت بتضرب مخدرات؟ لا. طب مكيفات؟ برضو لا. طب مهدئات؟ لا يا دكتور ما بعملش الحاجات دي. معلش اصلي بحب اختبر ردود افعال المرضى بتوعي. يا دكتور انا مش مريض افهمني. انا ببقى في مكان وفجاه الاقي حاجه شفطتني من المكان ده نفختني في مكان تاني خالص. بتتشفط من مكان وتتنفخ في مكان؟ اه. طب وريني كده. وري 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 وري. اوريك ايه؟ اتشفط من هنا وتنفخ من هنا. يا دكتور انت مش فاهمني، مش انا اللي بعمل كده، انا حاجه غصب عني بتشفطني من هنا وبتنفخني هنا، وده اللي جابني هنا. انت بتاخد منشطات؟ يا سيدي ما باخدش الحاجات دي. لا 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 اطمن اطمن، انت حالتك سهله جدا 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 والله، ما تقلق خالص. الله يخليك يا دكتور. لا لا يا حبيبي ما فيش اي حاجه، ده انت جميل جدا جدا. ده ذوقك. تعالى لي يا ابني. امر يا برو. خدوه يا ابني على اوضه الكهرباء، اعملوا له جلسه كهرباء على نافوكو. لا لا يا دكتور انا مش مجنون. انا مش مجنون يا دكتور. عارفين ان انت عاقل وابو الاتزان كله واحنا اللي مجانين وحام كهرباء. نحطه على انهي شاحن يا دكتور؟ ولا نحطه على الدنجر على طول؟ يا اولاد المجانين انتوا هتهربوني بجد؟ ايه ده؟ يشتم. اذا الحاله مستعصيه، حطوا صباعه في كبس الكهرباء. انا مش مجنون يا دكتور. يا سيدي انت عايل واحنا اللي مجانين. كهربوا العايل. انا مش عايل يا دكتور. انا مش عايل. انا مش عايل يا اخوانا. على ماما ولا على بابا؟ صدق بيقول ايه حلو قوي. من جوه كده كده. طيب اسمع كده تاني واخد بالك. لا انا عايز اسمع. اه ايه؟ هي دي اه ايه؟ لا هو اللي بغير كلامه. خده على قد عقله. بعدين ايه اللخبطه دي؟ كده استوى. فكوها تهولي على المكتب. ايه يا برو؟ يا اخوانا يا اخوانا
انا مش مجنون. احنا عارفين انك عاقل. لا 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 انا مش عاقل. احنا عارفين انك مجنون. يا اخوانا في فوسه تايه في حاجه غلط. انا عايز افهمكم. مش مهم احنا نفهم، المهم ان انت تستريح. انا مش مستريح كده خالص. احنا نخش عند الدكتور دلوقتي وهو هيظبط لك البول. حاجه ثانيه يا دكتور؟ انا مش انت. التقرير اللي قدامي بيقول انك ما عندكش حاجه خالص. امال في ايه يا دكتور؟ واضح يا استاذ انك ما بتنامش كويس خالص، ما بتاكلش كويس فعلا، وما بتعيش كويس ابدا. ما هو ده اللي بيخلي العقل الباطن يصور لك تهيؤات خياليه، هلاوس سمعيه، حاجات مخفيه، فانتازيا يعني. وشويه الكهرباء العداله اللي عملتهم لك هيلمسوا مع الفانتازيا ويظبطوك. اطمن خالص، انا هكتب لك خروج، بس توعدني انك تاكل كويس جدا وتنام كويس. اه طبعا. وتعيش كويس ايضا. انا هكتب لك على شويه مهدئات وشويه منشطات مع بعض. ما هو عشان يبطلوا مفعول بعض. ما انت ما عندكش حاجه بقى. الدواء ده تمشي عليه لمده اسبوع. امشي عليه اروح فين؟ انا عايز حاجه تشفطني دلوقتي وتنفخني في البيت اسرع مواصله. انت بتتعاطى ملطفات؟ مزرفات؟ بحب اختبر ردود افعال الدكاتره بتوعي. عارفك عارفك. واضح ان انت رسمي يا بيبو. بكري اصحى يا بكري، طول الطريق وانا بكلمك وانت نايم. اصحى بقى. في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ وصلنا. وصلنا لايه؟ وصلنا البيت. اه مؤاخذة يا خالي، معلش انا اسف تعبتك معايا. استنى هنا. ايه؟ انا عايز اعرف اللي حصل لك، ايه اللي وداك مستشفى المجانين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ معلش يا خالي انا تعبان قوي، انا مش قادر اتكلم، انا مش شايف قدامي غير السرير.